من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة صباح الخير، أبدأ معك من معلومات القصف الأخير والأخبار التي وردت من هناك و25 قتيل حتى اللحظة، أي معلومات جديدة من عندك؟ فعليا المعلومات الجديدة هي بوتيرة متسارعة، كما تسارع التصريحات أيضا الإسرائيلية المتعلقة بالأوضاع الميدانية في قطاع غزة. 25 ضحية فعليا هي كانت نتاج استهداف 3 منازل في مدينة رفح، هذه المدينة التي كنا نتحدث سابقا عن تخوف المواطنين الفلسطينيين عن إمكانية شن عملية عسكرية في هذه المنطقة. ويبدو أن نتنياهو بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي يحاول ترجمة هذه التصريحات على الأرض من خلال إخافة المواطنين الفلسطينيين من خلال مزيد من الغارات الإسرائيلية التي تشن من حين إلى آخر على هذه المنطقة. منذ قليل كان هناك مجموعة من الغارات الجوية أيضا التي نفذت في مناطق متفرقة من محافظة رفح، فيما يبدو أنها سياسة مستمرة من أجل ترويع المواطنين ومن أجل محاولة خروجهم أو دفعهم للخروج خارج أسوار قطاع غزة والهروب باتجاه محور فيلادلفيا أو الوصول إلى منطقة سيناء تحديدا. ولربما هذا الأمر الذي تحاول مصر تعزيز عدم الوصول إلى هذه النقطة من خلال تعزيز أسوارها بما يلائم في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. إضافة إلى ذلك هناك عدد من الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المستمرة في محافظة خان يونس، ويبدو أن هذا الأمر بات جليا وواضحا. كان هناك مع ساعات أمس إعادة الفرقة السابعة للجيش الإسرائيلي للعمل ضمن الفرق العاملة في محافظة خان يونس، إضافة إلى محاصرة عدد من المستشفيات. كنا نتحدث في وقت سابق عن اقتحام لمركز الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والمرافقين داخل أروقة هذا المستشفى. منذ قليل أيضا كان هناك محاصرة من قبل الآليات والدبابات العسكرية لمجمع ناصر الطبي وإغلاق المنفذ الجنوبي تحديدا وعمليات إطلاق النار تجاه كل من يتحرك من قسم إلى آخر داخل هذا المستشفى يتم إطلاق النار عليه بشكل واضح، إضافة أيضا إلى الغارات الجوية والمدفعيات التي تنفذ غاراتها من حين إلى آخر في مناطق متفرقة. مع التنويه أن محافظة غزة منطقة غرب غزة وجنوبها تتعرض إلى عمليات عسكرية عنيفة للغاية، الاشتباكات ما زالت مستمرة بالإضافة إلى عمليات القنص المستمر وإجراء الجيش الإسرائيلي عمليات تجريف في مناطق مختلفة أبرزها منطقة السرايا وصولا إلى مفترق الوحدة. هذه المناطق تعتبر مناطق عمليات عسكرية. منذ قليل أيضا شهود عيان أكدوا بأن هناك محاولات للجيش الإسرائيلي لإعادة إدخال مجموعة من الآليات والدبابات العسكرية، وأن هناك تحركات مريبة على منطقة معبر بيت حانون والمناطق الشمالية من تلك المنطقة بعد الانسحاب الذي مر لأكثر من 7 أيام لتلك المناطق. كان هناك انسحاب كلي، الآن هناك يبدو عودة جزئية للآليات والدبابات العسكرية، وهذا التحرك بطبيعة الحال يريب المواطنين الذين حاولوا العودة إلى تلك المناطق في أوقات سابقة، إضافة أيضا إلى المناطق الشرقية من محافظات غزة والجنوب وأيضا المحافظات الوسطى يشوبها عمليات إطلاق نار بشكل متقطع من حين إلى آخر، بالإضافة إلى عمليات إطلاق القذائف أيضا من حين إلى آخر. منذ قليل كان هناك تصريح لمنظمة الصحة العالمية تتحدث عن تسجيل أكثر من 721 انتهاكا بحق المنشآت الطبية، بالإضافة أيضا إلى عدد من التصريحات التي تؤكدها منظمات حقوقية أبرزها مركز الأورو متوسط لحقوق الإنسان في قطاع غزة، تحدث بأن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية التي يحاول أطباؤها ومسؤولوها إعادة تشغيلها تحديدا في المناطق الشمالية، كان أبرزها استهداف مستشفى ومركز العودة في شمالي القطاع أيضا. من رفح جنوب قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة.